الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، القواعد الفقهية في كتاب الأم: قاعدة كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرمه، يعني المعنى تغليب الحرام على الحلال. وهي قاعدة عند العلماء، يقولون بأنه إذا اجتمع حاضر مع مبيح فالحاضر يقدم على المبيح. المسألة واقفة على الاحتياط في هذا الباب، يعني انضم وامتزج، قد يذوب وقد لا يذوب الحرام مع الحلال. والحرام لابد أن نفهم أن الحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله جل في علاه، فلم يتميز منه حرمه. والمعنى الإجمالي بذلك: إذا اجتمع في الشيء الواحد صفتان، الحل والحرمة، غلبنا الحرمة على الحل من باب الاحتياط. وأدلة القاعدة كثيرة، من أدلة القاعدة عن النعمان بن بشير، هي من السنة، عن النعمان بن بشير قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرعى يرى حول الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أو قارب إلى أن يوقع في الحرام. فلذلك قالوا إذا هذه يستأنس بها على أنه لو اختلط الحرام بالحلال يغلب الحرام. وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي قولي: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، عندما اختلط الأمر مع النهي، فعند النهي لابد وجوبا أن ينتهي، وعنده الأمر أنه يأتي منه ما استطاع. فإذا امتزج ولم يعرف النهي من الأمر فعليه أن ينتهي انتهاء، لأنه لا يمكن أن يأتي بالنهي إلا أن يحرم الجميع. وطبعا هنا سيكون لا يساءل، لأنه قال: فأتوا منه ما استطعتم في الأمر، فهو لم يستطع أن يأتي إلا بأن ينتهي عن الكل. وأيضا في حديث عدي بن حاتم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم أو كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا وإلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. شوفوا، أعطاه أمران، الوجه الدلالة من وجهين. الوجه الأول قال: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخشى أن يكون قد أمسك لنفسي، لأنه قد يأكل ويكون قد ما أمسك له لمعلمه ما أمسك لنفسه. واحتمالية أيضا أن يكون أمسك لنفسي واردة. فلما كان احتمال الحرام واحتمال الحلال غلب الحرام، لما كان احتمال الحلال واحتمال الحرام غلب الحرام. وأيضا قد ورد عن ابن مسعود، وهذا موقوف ليس مرفوعا، قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام والحلال، ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب أو غلب الحرام الحلال. وهذا لا يمكن للإنسان أن يعني أن 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 يتجنب أن يتجنب الخليط والمزج إلا بتجنب الجميع. وعلماء المذهب يتكلموا بها، كما قال العلائي إذا صاحب كتاب التحصيل: إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر على الإباحة. وابن السبكي أيضا قال: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وكيف وقد قيل فارقها، كيف وقد قيل. وأيضا قال ابن السبكي: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. وقد قال في أيضا فيها: تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر، تعارض المنع والمقتضي يقدم المانع، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذا ما قاله السيوطي، والزركشي هو الذي قال باجتماع إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام. نعم. المطلب الرابع وهو الأهم، يبقى إذن إجمالي القاعدة حتى يصل إلى طالب العلم المهم أنه يستفيد بذلك الباب، إجمالي الأمر هو أنه إذا اجتمع حرام وحلال غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام.
يعني الحاضر يقدم على المبيح. هنا الأمثلة هي المهمة. من الأمثلة على ذلك إذا اشترك الوحشي في الولد أو الفرخ لم يجز للمحرم قتله، فإن قتله فداه كاملا، وأي أبوي الولد أو الفرخ كان أما أو أبا، وذلك أنه ينزو حمار الوحشي أتانا أهليا أو حمار أهليا أتانا وحشيا، فتلك أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ، فكل هذا إذا قتله محرم فداه من قبل أن المحرم منه على المحرم يختلط بالحلال فلا يتميز فيجنب فهنا الحرام. وأيضا إذا أرسل المسلم والمجوسي كلبا واحدا أو كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين فأصاب الصيد ثم لم تدرك ذكاته فلا يؤكل، فهو كذبيحة مسلم ومجوسي لا فرق بينهما، لأنه هنا اجتمع الحاضر مع المبيح فيقدم الحاضر، بمعنى أنها كذبيحة المجوسي مع ذبيحة المسلم. وإن قلنا ذبيحة المسلم فذبيحة المسلم مع المجوسي فإننا نقول يغلب المجوسي، لأنه اختلط الحرام بالحلال، واختلاط الحرام بالحلال يوجب التجنب. إذا عانى الكلب المعلم كلب غير معلم لم يحل الصيد ما لم تدركه ذكاته، يعني صاد الكلب المعلم صاد صيدا ومعه كلب غير معلم، نغلب الكلب غير معلم، نغلب الكلب غير معلم. وأيضا الشافعي قال في أحد الأبوين، أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي، يذبح أو يصيد لا تؤكل ذبيحته، لأن المجوسي لا تؤكل ذبيحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم أو ناكحي نسائهم. فإذا اختلطت ذبيحة المسلم بذبيحة النصراني، والأصل ذبيحة النصارى أن على الحل قوله تعالى وطعام أهل الكتاب حل لكم، بذبيحة المسلم المجوسي فإنه خلط الحرام بالحلال فلا بد من التجنب ويغلب الحرام على الحلال. ولو أن رجل اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر، فرضي العبد أن يأخذ المائة ويبطل زق الخمر، لم يكن ذلك له، لأن الثمن انعقد على ما يجوز وما لا يجوز، فيبطل ما يجوز وما لا يجوز، وكان له قيمة العبد إن مات في يد المشتري، كما قلنا في هذا الباب. إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام على الحلال. قال وإذا باع الرجل الأرض فبنى فيها أو غرس ثم استحق الرجل نصفها، اختار المشتري أن يكون له النصف ونصف الثمن، قسمت الأرض فما وقع للمستحق فعلى المشتري، قال البناء والغراس، كلها على مسائل إذا اختلط الحلال بالحرام. وإذا قال للمرأتين له إحداكما طالق ثلاثا، ولنسوة له إحداكن طالق أو اثنتان من كن طالق، ما منع منهن كلهن وأخذ من فقهن حتى يقول التي أراد الطلاق بها. أيضا يمكن أن نقول يعني تيسيرا على طلبة العلم من بعض الأمثلة الأخرى تساعدنا على هذا الباب، وهي تغليب الحاضر المبيح. إذا اختلطت زوجته بأجنبيات فلا يجوز أن يأتيها، لا على غلبة الظن ولا من غير غلبة الظن، لأنه اختلط الحرام بالحلال فلا يتجنب إلا بتجنب الجميع، فغلب جانب الحرام. من ذلك أيضا إذا اصطاد بكلبه فوجد مع كلبه كلبا آخر، ونظر فوجد أن الكلب هذا هو كلب لمجوسي فلا يأكل، لأنه اختلط عنده الاحتمال الذي يكون على الحل وعلى الحرمة. أما كلبه المعلم الذي أرسله وسمى الله فهو على الحل، وكلب المجوسي في كل أحواله على الحرمة، فاختلط الحرام بالحلال فوجب. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك. فوجب التجنب للحيطة، لأن القاعدة العامة إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب الحاضر على المبيح. إذا مسح على الخف حاضرا ثم سافر فهل يبقى ماسحا مسافرا على حالة كونه مسافرا
أم يتم مسحه حاضرا؟ المسألة فيها خلاف، ولكن القاعدة هنا، تطبيق القاعدة هنا يفيدنا جدا بأن نقول هنا اجتماع الحاضر مع المبيح، اجتماع الحاضر مع المبيح، أن يجتمع الحاضر والمبيح، واجتماع الحاضر مع المبيح يجعلنا نقدم الحاضر على المبيح حيطة. نفس الأمر جاءته، حاولي تصبري يا سمراء، اصبري مع الصبر يأتيك الفرج. إذا جاءت الذبيحة فذبحها، لكنه لا يدري أقلع رأسها أم أفرى الوجين، يعني كان الأمر كقطع الرقبة دون قطع إفراء الوجين، أو كالصعق مثلا مع الذبح، اختلط عليه الأمر، كان ذبحا أم كان صعقا، لأنه بيحدث في أوروبا أيضا نفس الأمر الآن، يصعق دون الموت ويأتي يجهز بالذبح، فهو رأى ذلك فاختلط عليه، هل مات هذا بالصعق أم مات بالذبح أم ماذا؟ ما يعرف، فإن كان لا يعرف مع أنه أفرى الوجين، لكنه لا يدري أقضى عليه بالصعق أم بالذبح، فهذا لا يأكل منها، لا يأكل منها بحال من الأحوال، لأنه اختلط الحاضر على المبيح، فالحاضر يقدم على المبيح. ولو قدم له الطعام وجاء بالعصير وقيل له أنه اختلط فيه الخمر مع العصير، فلا ندري أيهما الخمر وأيهما العصير، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يشرب منه شيئا، لأنه قد اختلط الحاضر مع المبيح. فقدم لأسرة يريد أن يخطب ابنتهم الكبرى، فقالت له الجارة أم هؤلاء البنات أرضعتك 10 رضعات مشبعات، مش 5، 10 رضعات مشبعات، أرضعتك سنة كاملة أو شهرا كاملا، أرضعتك مع أولادها شهرا كاملا. وجاءت أخرى قالت يا بني ما أرضعتك إلا ليلة واحدة. فهنا عنده حاضر ومبيح، من قال ليلة واحدة هو لم يبلغ 5 رضعات المشبعات، ومن قالت له شهرا فقد بلغ وجاوز 5 رضعات المشبعات. إذن تقدم في الكلام حاضر ومبيح، تقدم في الكلام حاضر ومبيح، فإن تقدم الحاضر والمبيح فإن الحاضر يغلب على المبيح، الحاضر يغلب على الإباحة. وهذه تفيد جدا في هذا الباب، لو قال أو قيل لك فوائد البنوك الإسلامية، فوائد البنوك الإسلامية قد تكون فيها بعض الربا، قد تكون فيها نعم، فهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، لأنه تفيد كما قلت تفيد جدا هذه المسألة، لأنه بيكون فيها جانب الحيطة، بيكون فيها جانب الحيطة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فلا يمكن يكون الانتهاء إلا أن يغلب المرء الحاضر على المبيح. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الأرض أخذها ونفضها فأراد أن يأكلها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وخشي أن تكون من تمر الصدقة، مع أنه لا يقين هنا الآن، والأصل أنها على الحل، والأصل أنها ليست من الصدقة، لكن لما اعتراها الاحتمال غلب النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر على المبيح، لذلك أخذ بيد الحسن وضربه وقال كخ كخ أو كخ كخ، إنها إن آل محمد، يعني الأغنياء عن هذا، إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. فإذا اختلط الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر على المبيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.